شوفوا هسه نجربها وياكم. بسم الله. طعم القهوة كلش طيب والله، وصفة ناجحة، لازم نجربوها، حيل عجبتني. يابا عشاق الكوفي نايمين قاعدين، اليوم السناك مالتنا بطعم الكوفي. نجيب الحافظة مالتنا، يابا نجيب العوادين ذني، ونجيب هاي القطعة ونسويها بهذا الشكل ونخليها بالوسط. يابا بعد ما كملناها بهذا الشكل، ونبدي نخلي شوية شوية. هسه نجي على آخر خطوة اللي هي الكوفي. بعد ما كمل عندنا نخليه بالفريز اقل شيء 3 ساعات. بسم الله. طعم القهوه فد شيء، وصفه ناجحه لازم تجربوها.